الكرافت بتاعنا اللي انتوا الفقرة اللي بتحبوها جدا وهي كمان ممتعة الصراحة. علشان نعمل الكرافت بتاعنا عايزين فرش سنان. احنا فرش السنان بنستعملها كتير جدا وبتبقى فترة معينة وبعدين بتترمي خلاص. فاحنا بدل ما نرمي فرش السنان هقول لكم على فكره كده ظريفه خفيفه لطيفه نقدر نستعمل فيها نستفيد بيها من فرش السنان اللي عندنا. هناخد فرش السنان اللي هي اوريدي قدمت عندنا ومفروض ان احنا نرميها وهنقصها بالشكل ده. هناخد بقى دلوقتي الصوف اللي عندنا اهو وهناخد اللون اللي انتوا عايزينه زي ما اتفقنا حسب انتوا عاملين المطبخ بتاعكم لونه ايه. وهنبتدي نلف على الفرشة بتاعتنا. الاول هنحط شوية شمع كده هنا على الاول خالص، نحط شوية شمع ونبتدي نلف الخيط بتاعنا، نحطه كده بس نثبته عند الشمعة بتاعتنا، نثبته كده وبعدين نبتدي نلف. هنلف بقى كويس جدا بحيث ان احنا نخبي خالص اثار اللون بتاع فرشة السنان بتاعتنا دي. الفكرة لذيذة بدل ما نرمي فرش السنان، هتعجبكو. تعملوها بقى بطريقتكو بذوقكو باضافاتكو. خلينا نلفهم بس كده عند الحتة دي. الحتة دي بس زي ما قلتلكوا يفضل ان احنا نقصها، بس انا صراحة كان مفروض قصتها ما قصتهاش. خلينا نحط بقى هنا شوية شمع كده عشان هنقفل هنا الخيط بتاعنا، هنقفله في الحتة دي. خلاص هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنثبت اخر خيطة عندنا هنا، هنثبتها تمام بالشمع اهي. احنا اوريدي حاطين الشمع، هناخد الشمع بتاعنا ده ونحطه كده على الطرف هنا كده اهو، ونقفل الحتة بتاعتنا خالص ونقطعها كده. عندنا بقى عندنا يعني زي عصاية. هناخد بقى التانية هتكون برضو ملفوفة بنفس الطريقة، وهناخد هنا دلوقتي خيط من عندنا كده وهنعمله خيط يعني تقريبا ثلاث مرات ثلاثة علشان يبقى يمسك جامد. وهنلفه هنحطه كده هنا ونلفه بالشكل ده. لما بيبقى لونين بقى بيبقى حلو قوي. هناخده ونحط كده ده هنا ونثبت دي كده هنا، ثبتها كويس. وناخد دي وناخد واحدة تانية زيها نحطها الناحية التانية من هنا، وبرضو هنثبتها بنفس الطريقة كده ودي كده بتلزق جامد اهي. بصوا اهي عملنا كده. هناخد بقى دلوقتي الخيط بتاعنا ده ونحطها كده. عندنا بقى هنا الفرشة التانية يعني كأننا لفناها هي كمان، هناخدها برضو ونحط لها كده من هنا برضو شمع ومن هنا شمع، وهنحطها هنا كده كدور تاني كده وكده تمام. والآخر خالص اللي عندنا هنا ده بنربطه بحيث ان هو يعمل لنا علقة، يعني دي هنحطها تمام كده. بس دي طبعا عايزة تلزق كويس، نسيبها تلزق ولازم نثبت عليها كويس جدا اهي.
ده بقى بيكون شكلها بعد ما بتخلص بالشكل ده. طبعا انتوا بتكونوا بقى مزينينها وعاملين لها حاجات كتير، دي يعني حاطين لها خرز، حاطين لها حاجات. بصوا انا دي اللي عملناها، شوفوا اهي. دي بقى بناخدها تحطوا عليها فوط المطبخ مثلا، لذيذة قوي، فكرتها لذيذة وعملناها من ولا حاجة. تقدروا تحطوا عليها كرافتات، اهي بتتعلق بقى طبعا، بتقدروا تعلقوها في اي مكان، وده بيكون شكلها. حطينا لها بس احنا هنا كده طبعا دي لان كان في وقت اكتر، شوية خرز كده. شوفوا، تعالى كده قرب لو سمحت، شايفين حطينا لها كده هنا في الفواصل دي عند الشمع، حطينا لها خرز ونزلنا منها كده دناديش وحركات.